مساء الخير على متابعي عشاق الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة في أسبوع جديد من السادسة على شاشة قناة الأهلي. في البداية الحقيقة قبل ما نبدأ حلقتنا نحب نتوجه بخالص التعازي لأسرة الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة في اتحاد الكرة ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق للكرة الطائرة الذي وافته المنية اليوم، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. حقيقة طبعا كابتن عزمي مجاهد قيمة كبيرة، واحد الرموز الرياضية في نادي الزمالك كلاعب وكإداري وحتى أيضا كمان في اتحادات المختلفة. طبعا خالص تعازي لأسرته الكريمة وخالص تعازي لأصدقائه وأحبائه وجماهيره اللي كانت بتتابعه، طبعا لأنه كان واحد من يعني العاملين في المجال الإعلامي. ربنا يتغمده بواسع رحمته. النهاردة بنبتدي مع حضراتكم بداية أسبوع جديد، وإنجاز التعبير ممكن إن احنا نقول وإحنا بنبتدي مع حضراتكم الأسبوع ده إنه من الممكن جدا أو من الوارد جدا أو احتمال كبير جدا إنه يكون أسبوع الحسم. الحقيقة ناس كتير جدا طبعا عارفة إنه الأهلي يتبقى ليه 3 نقاط فقط عشان يعلن بطل الدوري العام في موسم استثنائي. والحقيقه كمان خليني اقول لحضراتكم انه ناس كتير جدا مستنيه ماتش الاتحاد يوم الاثنين عشان يحسم الاهلي مشوار بطوله الدوري، ونبتدي نفكر بقى واحنا مرتاحين جدا في مشوار بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. لكن اللي ممكن يحصل انه الحسم يحصل من يوم الاحد، يعني مش بالضروره ان احنا ننتظر الاهلي يحسم البطوله في يوم الاثنين مع مواجهته الاتحاد السكندري، لكن من الممكن انه منافسي المباشرين وتحديدا طبعا نادي الزمالك يتعطل يوم الاحد وبالتالي يتم الاعلان عن فوز النادي الاهلي. لكن في جميع الاحوال ان شاء الله خلاص اعتقد البطوله بشكل كبير جدا جوه الجزيره. خلونا نتابع مع حضراتكم مجموعه من اهم الاخبار، بس حابب الاول يا ساره اتكلم معاكي شويه في فكره انه في مختلف المجالات مش بس في الرياضه، في اوقات كتير جدا بيبقى رموز بترحل عن دنيانا، ورغم كده بتفضل تتمتع بحاله من حالات الحب والعشق والاحترام حتى بين اجيال ممكن تكون ما عصرتهاش. ايه ممكن يكون السبب؟ هل بس فكره انه الشخص ده كان ناجح في مجاله؟ هل بس فكره انه الشخص ده كان منتمي لمجموعه من المبادئ والاخلاقيات اللي عاش عليها طول عمره؟ هل بس لانه كان رمز في مجال عمله، سواء كان فن سواء كان رياضه سواء كان ادب سواء كان شعر؟ ايه اللي يخلي ذكرى واحد تفضل عايشه بيننا ويفضل يتمتع بنفس القدر من الحب والاحترام رغم انه ممكن يكون رحل عن دنيانا من زمن طويل جدا؟ هقول لك انا يا احمد، يمكن انا بمثل الجيل اللي ما شافش كابتن صالح سليم رحمه الله عليه، يمكن بمثل الجيل اللي ما شافوش وهو بيلعب لايف، ما حضروش، ما اتفرجش عليه وقتها وما اتعاملش معاه. لكن الحقيقه ان احنا الجيل ده يا احمد بنشوف كابتن صالح سليم كل يوم في قيم ومبادئ الاهلي، في الاسس اللي هو حطها، في سلوكيات وإدارة النادي الأهلي وكإدارة وكلعيبة كمان لحد دلوقتي يا أحمد. هو صاحب رصيد كبير من الإنجازات في الاتنين الحقيقة. بالظبط يا أحمد، يعني الحقيقة أن الراجل ده ما كانش مجرد لاعب كورة أو كان مجرد رئيس للنادي الأهلي، ولكن حط ممكن نقول دستور مشي عليه كل اللي جه بعد كده، حط أسس ومبادئ بقى الكيان كله ماشي عليها. والحقيقة أنه جماهير الأهلي عمرها ما بتنسى أن الراجل ده أفنى عمره في خدمة النادي ده، في خدمة الكيان ده وخدمة جماهيره. متهيألي احمد جماهير الاهلي عمرهم ما هينسوا اللي صالح سليم عمله للنادي. هكذا يكون المايسترو، اللقب الاهم والاشهر اللي ارتبط باسم الراحل صالح سليم اللي رحل عن دنيانا في 2002 بعد رحله صراع طويله الى حد ما مع المرض، وبعد فترتين ولايه تولى فيهم مسؤوليه النادي الاهلي، الاولى كانت من 80 ل 88 والثانيه كانت من 92 ل 2002. الحقيقه الاثنين دول شهدوا فتره او كانوا فترتين من اهم الفترات على مستوى الانجازات للنادي الاهلي والاهم من البطولات، زي ما هو دايما كان بيقول وزي ما هو كان دايما بياكد، الاهم من الفوز بماتش او الاهم من الفوز ببطوله هو الحفاظ على قيم ومبادئ الكيان. ربنا يرحمه، احنا بنفتكره في الذكرى 90 لميلاده. حلقه خاصه جدا النهارده من السادسه عن الراحل العظيم المايسترو صالح سليم. كنت عايزه اتكلم معاك برضو في حاجه بسرعه كده يا احمد. يمكن امبارح
ماتش الاهلي والاسماعيلي كان فيه مكاسب كتير قوي، مش هنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن الحقيقه انه بغض النظر عن بادجي نقعد نشيد فيه، لكن الحقيقه الاحتفال على طريقه مؤمن زكريا امبارح وان اللعيبه تحسسنا ان كان مؤمن زكريا كان في الملعب لفته نقف عندها. صحيح صحيح، وانا عايز اتكلم معاكي في حاجات كتير جدا تخص ماتش الاسماعيلي، بس بما ان احنا بنتكلم مع الناس ونقول لهم ان النهارده حلقه خاصه جدا من السادسه، خليني اقول النهارده هيشرفنا في السادسه واحد من نجوم النادي الاهلي، الكابتن الدكتور طه التوخي، وواحد من اللي زامله كابتن صالح سليم في الملعب، وكمان الحقيقه مش بس زامله كلاعب في نادي الاهلي لكن كمان قام بتدريبه في مرحله من المراحل، وهو الحقيقه كابتن طه التوخي يعني الحقيقه هو في حد ذاته مشوار كبير جدا من نجاح على اكثر من مستوى كلاعب ومدرب على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات مش بس المصريه وكمان الدوليه، وكمان الحقيقه كان ليه مشوار حتى في اتحاد الكره اكثر من ناجح، هيكون ضيف علينا النهارده في حلقه خاصه جدا عن المايسترو صالح سليم. خلينا بقى نرجع للماتش واحنا بنتكلم على ثلاث نقط مهمه زي ما انت قلت يا ساره. انا بس ليا ملاحظه مهمه جدا، ودايما يعني لما بتكلم على زملاء بيشتغلوا في مجال اعلام بتبقى الجزئيه دي فيها حساسيه شويه، ولكن الحقيقه حضراتكم في نفس الاسبوع اللي الاهلي بيحصد ثلاث نقاط على حساب منافس، حضراتكم عارفين انه ماتش الاهلي والاسماعيلي دايما بصرف النظر عن ترتيب الفرقتين بطوله خاصه ومباراه من العيار الثقيل حتى ولو كان في فرق كبير جدا في الترتيب، ورغم انه الاهلي قدم ماتش يعتبر كويس جدا حقيقه وفاز بسكور يعتبر ثقيل على فرقه زي الاسماعيلي، في نفس الاسبوع ده بيراميدز بيخسر والزمالك بيتعادل مع سموحه وما سمعناش صوت، ما سمعناش صوت بيتكلم على وجود مشاكل او انهيار في فرقه الزمالك او تراجع في مستوى بيراميدز او اداره نادي الزمالك، ازمات في اداره نادي الزمالك او ازمات في غرفه. انا مش ضد الحقيقه، للاسف شديد جدا انه نفس الناس اللي يمكن بتبقى بتتكلم بتقول الحاجه وعكسها، نفس الناس اللي المبادئ عندها ملهاش معيار ثابت وما تقدرش تقيس، انا مش ضد ده طالما ده لا يتعرض للنادي الاهلي في شيء، يعني افعلوا ما شئتم وقولوا ما شئتم واضحكوا على جماهيركم كما شئتم، لكن حينما يتعلق الامر بالنادي الاهلي او بكيان النادي الاهلي لا، الحقيقه هنا لازم نقف ولازم نرد. لجماهير النادي الاهلي بتكلم وبقول قيسوا على ده وانتم تعرفوا كيف يتعامل الجميع بمعيار او باكثر من معيار، خصوصا لما يتعلق الامر بالنادي الاهلي. على كل الاحوال مشينا مشوار طويل جدا واعتقد انه ناجح بكل المقاييس، واعتقد انه الدوري زي ما قلت لحضراتكم حسم بشكل كبير. حاله الشوط الثاني تحديدا من النادي الاهلي اعتقد انها الى حد كبير مرضيه لجماهير النادي الاهلي، مكسب كبير جدا بادجي، بناكد ثاني على الحاوي، وليد سليمان وجوده دايما مؤثر وفاعل وعنده قدره انه يغير في ايقاع الفريق. امبارح كان ظاهر متهيألي بالمستوى اللي ممكن يكون كان جمهور الاهلي عايز يشوفه عليه من ساعه ما رجعنا من فتره التوقف، الحقيقه كان ماسك مسيطر في نص الملعب كويس. الشوط الثاني كان شوط حلو، الشوط الثاني وانت بتتفرجي على الفرقه بصرف النظر على السكور تحسي انه الدنيا مرتاح. على كل الاحوال الاهلي قفل صفحه الاسماعيلي ودخل بقى في مواصله تدريبات عشان يستعد ان شاء الله المباراه المقبله مع الاتحاد السكندري. الاتحاد السنه دي مقدم سيزن محترم جدا، الماتش ان شاء الله هيقام يوم الاثنين في اسكندريه، واعتقد انه على نفس الملعب اللي خاض عليه الاهلي مباراته امام الاسماعيلي استاد برج العرب، واعتقد انه هنكون امام سهره كرويه ان شاء الله تكون ممتعه، يعني اعتقد انه دايما ماتشات الاهلي والاتحاد بيبقى ليها برضو طعم خاص جدا، وان شاء الله يكون الماتش اللي يعلن فيه ان شاء الله فوز الاهلي بالدوري ان شاء الله يرجعوا لنا من الاسكندريه بالدوري ان شاء الله. وتاكيدا على كلامك يا احمد، هو الانتقادات دي ما كانتش بس الفتره اللي فاتت، لكن ان شاء الله لما نحسم الدوري الفتره الجايه برضو هنشوف، واحنا متوقعين هنشوف حملات اكتر على النادي الاهلي، وهو دايما الناجح ورقم واحد بيبقى كده يا احمد. صحيح. احنا متوقعين ده. نروح بقى لانه الاهلي بيخصص فريق قانوني لمتابعه قضيه صالح جمعه. الحقيقه يعني يا احمد النادي الاهلي خصص فريق قانوني علشان يتابع قضيه اللاعب صالح جمعه، واللي هي صالح طبعا جمعة بس عشان برضو دي من القصص اللي حصل عليها كلام كتير جدا والناس اللي يعني مركزه قوي مع السوشيال ميديا، 90% مما يقال او مما يكتب على كواليس قصه صالح جمعه لا اساس له
من الصحة. والحقيقة يمكن الأهلي بصفة أنه لاعب على قوة الفريق ومتعاقد مع نادي الأهلي زي ما أنت قلتي يكلف فريق قانوني عشان يتعامل مع المشكلة. المشكلة ببساطة شديدة جدا أنه حصلت حادثة في منطقة الزمالك، ونتيجة الحادثة دي تم اتخاذ يعني الإجراءات القانونية مترتب عليها أنه يخرج صالح بكفالة 5000 جنيه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وبعد الكشف تبين أنه هو مطلوب فأجلوا بالضبط كده. لكن فيما يتعلق بقى بكل التفاصيل المرتبطة بالأحداث دي أرجو من حضراتكم أنكم تستنوا انتهاء التحقيقات، والأهلي الحقيقة هيعلن أو هيصدر بالتأكيد بيان كامل عن موقفه من الواقع. يمكن كنا بنتكلم من شويه عن مؤمن زكريا احمد اللي هو بيغادر الحقيقه لامريكا اواخر سبتمبر لاستكمال رحلته العلاجيه. الحقيقه كنا بنقول يا احمد قد ايه اللفته كانت حلوه قوي امبارح، وكان كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم على انه الروح المعنويه اللي ظهر عليها الفريق الحقيقه بعد المباراه او في المباراه امبارح قدام الاسماعيلي، قال ده بسبب الحاله اللي عملها لنا مؤمن زكريا وزيارته لينا. حالة الحب باينة جدا، يعني الصورة في الخلفية حضراتكم لو شايفينها مؤمن وهو بيتوسط لعيبة النادي الأهلي وكلهم عاملين حركة مؤمن الشهيرة اللي عملوها بالمناسبة في الماتش. واللطيف في الموضوع كمان إنه حتى اللعيبة اللي ما زملتش مؤمن في الملعب، يعني بادجي مثلا مش من اللعيبة اللي جت بعد ما مؤمن تعرض يعني للمرض اللعين، ونتمنى طبعا للشفاء العاجل. لكن روح هي دي روح الاسره، حاله الانتماء، الكيان اللي بتجمع الناس كلها. وخدوا بال حضراتكم اي مجال فيه نجوميه، فيه احساس بالذات، فيه شهره، الى حد ما اصحاب النفوس الضعيفه ممكن يتاثروا، ممكن تبقى حاله المنافسه الشريفه اللي بين النجوم داخل الفريق الواحد تاثر بشكل سلبي كبير جدا على علاقتهم. لكن ده عمرنا ما شفناه، وما اعتقدش انه الصوره اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي بتعكس المعنى ده على الاطلاق، بالعكس بتعكس حاله من حالات الحب والتضامن الكبير جدا. ان شاء الله دي صوره ماتش الاسماعيلي، دي لعيب في كل جون الحقيقه، الجون اللي جابه ديانج والتاني الجون الثاني بالظبط كده، كل اللعيبه الحقيقه احتفلت بنفس طريقه مؤمن، نتمنى له ان شاء الله. كنت حاسه ان مؤمن في الملعب والله يا احمد، وربنا يا رب يشفيه ويرجعه لنا بألف حتى لو ما رجعش الملاعب مره ثانيه، وحتى ما رجعش النادي الاهلي مره ثانيه، نتمنى له بس السلامه والشفاء ويرجع ان شاء الله من الولايات المتحده بألف سلامه. نروح لليد، واليد حضراتكم عارفين طبعا عن بتهيألي اليد في ال 10 20 سنه يا ساره اللي فاتوا بقت اللعبه الثانيه الاكثر شعبيه على مستوى مصر، يعني بعد كره القدم بقى ليها جمهور وبقى في ناس كثيره جدا. زمان لما كنت اسال الواد عايزين تلعبوا ايه كله عايز يلعب كره قدم، لكن النهارده بقى في اجيال ثانيه بتطلع بسبب الانجازات الكبيره اللي جدا اللي حققتها مصر في مجال كره اليد. الحقيقه انه كمان المنتخب بيواصل استعداداته لبطوله العالم واللي هتستضيفها مصر خلال الفتره اللي جايه، طبعا حضراتكم عارفين انها هتكون من 13 ل 31 يناير اللي جاي. اللعيبه خلاص يعني خاضت تدريبات بدنيه شاقه جدا النهارده في معسكر الفريق بالغردقه تحت اشراف روبرتو غارسيا المدير الفني. كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر في البطوله اللي لو حصل وزي ما اعلن دكتور اشرف صبحي وشاركت او البطوله كانت بحضور جماهير، اعتقد ان احنا هنبقى قدام كرنفال عالمي يكتمل ان شاء الله بفوز مصر او على اقل تقدير احتلالها مركز متقدم في البطوله. ارسنال وحضراتكم عارفين البريمير ليج في انجلترا بدا موسم سخن جدا، توقعات كثيره جدا ان المنافسه السنه دي هتبقى الى حد ما مختلفه عن المواسم السابقه، يعني السيزون اللي فات والسيزون اللي قبله كانت المنافسه دايما بين المان سيتي وليفربول، اعتقد انه في عندنا اكثر من فريق مرشح بقوه انه يدخل في المنافسه دي مع بدايه الموسم، ومنهم ارسنال الحقيقه اللي حقق انتصار كبير جدا على فولام بثلاث اهداف دون مقابل في اول اسبوع من اسابيع الدوري الانجليزي. الماتش ده بقى شارك فيه محمد النني، والنني كان موضوع كلام كتير في الفترة الأخيرة سارة فيما يتعلق بأنه في عروض جاية له من تركيا، في عرض جاية له من جلالة السراي، فرصته أنه هو يكمل مع الأرسنال ضعيفة. لكن الحقيقة النني سواء في ماتش الدرع الخيرية، كأس الدرع الخيرية قدام ليفربول، أو في 90 دقيقة اللي شارك فيهم قدام فولم، أعتقد قدم مستوى كبير جدا، وده اللي خلى أرتيتا الحقيقة
المدير الفني للارسنال يشيد بيه بشكل كبير جدا. واحنا بنقول انه كده ممكن يكمل مع ارسنال الحقيقه. وكمان المباراه كان فيها تالق البرازيلي ويليان في اول مباراه لي مع الجانرز بعد ما صنع يا احمد كمان ثلاث اهداف، وصنع الهدف الاول طبعا لكازات في الدقيقه 9 والثاني لجابرييل في الدقيقه 49 والثالث لاوباميانج. حقيقه ارسنال من الفرق اللي نهت السيزون اللي فات بشكل قوي جدا، واعتقد انه التركيبه اللي موجوده في اللعيبه مع وجود ارتيتا اللي كان ليه بصمه كبيره جدا مع الجانرز هتخلي ارسنال يخش بقوه في المنافسه في الدوري الانجليزي. نروح للبارسا بقى، نروح لرونالد كومان المدير الفني لبرشلونه اللي قدم قائمه لفريقه الخاصه. هيلعبوا ماتش ودي مع فريق اسمه خمناستيكا، الماتش ده مفترض ان هو يكون النهارده. والحقيقه انا عايز حضراتكم تسمعوا تقول لنا القايمه كده يا ساره. انت هتقول القايمه بس اسالك الاول، انت شايف برشلونه هيبقى شكله ازاي مع كومان؟ هو انا لما اقول القايمه انت هتعرفي شكل برشلونه هيبقى عامل ازاي. القايمه بتضم بيتو وبينا وتيناس وسيميدو وبيكي وبوسكيتس وجريزمان وميسي وديمبلي ولونجلي والبا وبرايت وايت وسيرجي روبرتو وديانج وفيربو وكوتينيو والينيا وترينكاو وبيدري واروخو وكوينكا وميراندا وكونراد وموريبا. مين دول؟ يعني هو ده الحقيقي. ده عشان كده بقى بسالك، شايف برشلونه الفتره الجايه هيبقى عامل ازاي؟ انا شايف انه الفرقه الحقيقه قوامها الرئيسي تقريبا شبه مش موجود، وحتى اللعيبه الكبيره لو في خمس ست اسماء من دول قلناهم، انا اعتقد ان السيزون اللي فات اللعيبه دي مستواها تراجع بشكل كبير جدا عن الفترة اللي توهج وتألق وسيطر فيها البارسا على الكورة مش بس في أسبانيا، في أوروبا كلها. وبالتالي احنا أمام سيزن استثنائي، يعني ما لم يحدث أو ما لم تحدث معجزة، أغلب الصفقات اللي كان مستهدفها البارسا في الفترة الأخيرة يا سارة فشلت أو ما نجحش البارسا في إتمامها على الأقل للسيزن اللي جاي. وبالتالي احنا أمام سيزن أعتقد أنه هيكون شديد الصعوبة على برشلونة في كافة المسابقات اللي هياخدها، وعلى رأسها طبعا الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم نكمل حلقة خاصة للكابتن صالح سليم. قبل نهاية سنوات القرن التاسع عشر استوطن المزارع المصري محمد صالح قرية أشمون جريسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية لينجب أربعة أولاد، كان أكبرهم محمد سليم الذي رفض الاستمرار في دراسة الزراعة وسافر إلى إنجلترا لدراسة الطب نظير نصيبه في ميراثه بأرض والده، وعاد إلى القاهرة منتصف العشرينيات ليصبح أحد أشهر أطباء التخدير في المحروسة. وفي الحادي عشر من سبتمبر من العام 1930 رزق الدكتور محمد سليم بابنه صالح من زوجته الشريفة زين سليلة العائلة الهاشمية السعودية الأردنية. ولد صالح سليم بحي الويلي في القاهرة قبل أن ينتقل أبواه إلى حي الدقي ومعهما الأبناء الثلاثة صالح وعبد الوهاب وطارق سليم. وبدأت قصة عشقه لكرة القدم في شارع عكاشة القريب من ميدان المساحة وجامعة القاهرة، وصار شباب الدقي يتصارعون من أجل ضمه لفرقهم التي تحمل أسماء شعبية، لكنه أصبح الاسم الأبرز في فريق شارع عكاشة الذي سكنه، وغيرت محافظة الجيزة اسمه إلى شارع صالح سليم. وبعد انتقاله للمدرسة السعيدية الثانوية كانت نقطة التحول في حياة صالح سليم عندما انتقته عين حسين كامل كشاف النادي الأهلي ومدرب الناشئين آنذاك. وبالفعل دخل الشاب الصغير في سن 14 إلى القلعة الحمراء لينضم لفريق الناشئين ويتلقفه مختار التتش الأب الروحي للمايسترو، ويلقنه الكثير والكثير من المبادئ التي تشبعت بها جدران النادي الأهلي عن طريق أبنائه. قبل انطلاقة الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في أكتوبر من العام 1948 كان صالح سليم قد حجز مكانه في الفريق الأول للنادي الأهلي، وتحديداً في العام 1947 والذي شهد مشاركته في المباراة الودية أمام المصري البورسعيدي،
ونال وقتها من انتقادات الجماهير ما يكفي لينهي مسيرته قبل أن تبدأ. العب بعيد يا بابا، شيلوا الشبل من وسط الأسود، تلك كانت بعض الهتافات التي وجهتها الجماهير الحاضرة لصالح سليم في ظل سوء مستواه منذ انطلاقة اللقاء. لكن فجأة حدث ما لم يكن يتوقعه أحد، وسجل الناشئ الصاعد هدف الفوز للأهلي لتنتهي المباراة 2-1 لصالح القلعة الحمراء، ويبدأ المايسترو رحلة المجد. حصد صالح سليم 11 بطولة دوري من 15 مشاركة، كما حقق مع النادي الأحمر بطولة كأس مصر 8 مرات، ولقب كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، كما انضم للمنتخب الوطني منذ عام 1950، وكان قائد الفريق الذي فاز بكأس بطولة الأمم الإفريقية عام 1959 بالقاهرة، كما شارك مع المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960. سجل صالح سليم خلال مسيرته الكروية 101 هدف، منهم 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس، و92 هدفاً أحرزهم مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس. حقق صالح سليم إنجازاً شخصياً كونه اللاعب الوحيد الذي أحرز 7 أهداف في لقاء واحد، وكان ذلك أمام النادي الإسماعيلي في مباراة أحرز فيها الأهلي 8 أهداف. وفي عام 1980 استطاع صالح سليم الفوز برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث استمر في رئاسة الأحمر حتى عام 1988، حين قرر الابتعاد عن الساحة وترك الفرصة للآخرين لخوض التجربة، إلا أنه لسوء نتائج النادي خلال أواخر الثمانينيات كان من الضروري عودة صالح سليم لإعادة الاستقرار مرة أخرى للنادي، ليعود للرئاسة عام 1990 ويستمر في رئاسة القلعة الحمراء حتى وفاته عام 2002. خلال فترة رئاسته للنادي أحرز الأهلي في عهده 53 بطولة، كما أحرز هو وجيله من اللاعبين الدوري 9 مرات متتالية، وهو رقم لم يكسر حتى الآن. بدأت رحلة صالح سليم مع مرض سرطان الكبد عام 1998، عندما كان يقوم بفحوصات دورية لدى طبيبه وعلم أنه مصاب بمرض السرطان الذي ظل يعالج منه حتى وافته المنية صباح يوم 6 مايو عام 2002، عن عمر يناهز 72 عاما. المايسترو واحد من أصحاب البصمات اللي مش ممكن أبدا ينساها كل محب وعاشق لكيان النادي الأهلي. احنا بنتكلم على رحلة نجاح طويلة جدا وممتدة جدا على أكثر من مستوى، بدأها صالح بنجومية وتألق شديد جدا قدر من خلاله أنه يحوز على إعجاب كل مشجع ومنتمي للنادي الأهلي، وختامها الحقيقة بوضع بصمة مهمة جدا في مشوار رئاسة النادي الأهلي، الكيان الأكبر على مستوى مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية. فترتين تولى فيهم صالح المسؤولية كانوا النموذج، وترفع فيهم شعارات كتير جدا، يمكن يكون أهمها شعار عايش ومكمل لغاية النهاردة: الأهلي فوق الجميع. فكرة انتصار صالح لمبادئ وقيم وأخلاقيات النادي الأهلي كانت شعار رئيسي في المرحلتين أو في الفترتين اللي تولى فيهم الرئاسة، والمواقف الحقيقة كتير، لكن الحكاية تبتدي من عشرات السنين. والنهاردة الحقيقة في حلقة مخصصينها بنفتكر فيها المايسترو صالح سليم، هيكون ليها لقاء مع دكتور طه التوخي، واحد من رموز ونجوم النادي الأهلي اللي حقق الحقيقة عدد كبير جدا من البصمات على مدار مشوار برضو طويل أعتقد، ولا يقل النجاح الحقيقة عن مشوار المايسترو صالح سليم على مستوى النادي الأهلي اللي لعب فيه أو بدأ فيه حياته لاعب ثم مدرب، وانتقل حقيقة في مشوار طويل جدا لتدريب عدد كبير جدا من فرق المنتخبات الناشئين والأندية جوه مصر وبره مصر، وقدر يحقق معاهم نجاحات. الأهم واللي هنركز عليه النهاردة مشوار ورحلة صداقة استمرت مع كابتن صالح سليم. وبالمناسبة كابتن طه التوخي ابتدى حياته لاعب في نفس الفريق مع صالح، وبعد كده قام هو شخصيا بتدريبه. أهلا بيك يا كابتن طه، نورنا في السادسة وعلى شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا بحضرتك، وإن شاء الله كده بالتوفيق دائما إن شاء الله، ودي حاجة يعني
بعتز بيها جدا جدا طبعا، وبعتبرها شهاده من ضمن الشهادات او من اهم الشهادات اللي الواحد حصل عليها، ان انا اكون مدرب في وقت للكابتن صالح سليم. انا بشكرك طبعا على تشريفك لينا، واسفين جدا تعبناك انك يعني تكون موجود معانا على الهواء، بس في يوم زي ده كان مهم ان حضرتك تكون موجود معانا واحنا بنحتفل بذكرى صالح سليم، واحد من اهم الاسماء اللي ارتبطت بكيان النادي الاهلي. ده شرف كبير ليا طبعا ان انا اجي في يعني في مناسبه زي دي بالذات يعني، وانا اللي بشكركم طبعا على ان يعني افتكرتوني وان انا اجي احضر في ذكرى الكابتن صالح سليم. ده شرف لينا يا دكتور طبعا. خلينا بس نبدا من حضرتك، يعني مسيره عظيمه مع النادي الاهلي، يعني ممكن تقول لنا ايه ابرز المحطات كده فيها؟ هو طبعا كانت مفاجاه لي انا طبعا، ولازم ابتدي كلامي بقول ان الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم الاستاذي واستاذ الاجيال الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش، طبعا رمز من رموز النادي الاهلي طبعا. وهو اللي اكتشف فيا وقال الكلمه دي وكان دايما يكررها، موهبه التدريب. لان انا لما يعني في اصابه كانت جامده جدا في سن صغير طبعا، وكنت انا وقتها قبل كليه التربيه الرياضيه كليه الشرطه. أي. يعني في ناس كتير ما يعرفوش ان انا دخلت كليه الشرطه برضو بسبب ان لاعب كره قدم، وكنت مشهور بقى وقتها في السعديه الثانويه يعني. مصنع الابطال السعديه دي كانت زمان. ايوه. وانا بقى كنت زميل الله يرحمه الكابتن طارق سليم. يعني احنا كنا دفعه واحده، كابتن صالح اخ اكبر لينا كمان يعني. ايوه. فتزاملت مع الكابتن طارق وفي المدرسه السعديه ومنتخب المدارس، وعند دخلت كليه الشرطه. في اثناء بقى كليه الشرطه فوجئت برضو ان كانت مفاجاه حلوه ان الاستاذ عبد الصالح الوحش مدرس تربيه بدنيه في كليه الشرطه ومدرب الفريق طبعا. وقال لي انا بشوفك في مباريات كان زمان مباريات المدارس زي الانديه دلوقتي يعني، وان شاء الله يعني تبقى لعيب كويس وتتخرج تبقى ضابط كويس والحاجات دي. فانا الحقيقه يعني قعدت سنتين انا في كليه الشرطه بس. فالاصابه جت لي في مباراه وديه بين كليه الشرطه ونادي دمنهور. والاصابه جت لي من زميل ليا يعني زي ما مش من الفريق اللي بيلعب قدامكم، مش يعني المنافس. نيران صديقه زي ما بيقول. نيران صديقه انا كتبتها مره، نيران صديقه، وهو وصل لواء وبقى مساعد مدير وزير الداخليه اللي عورني يعني، بدل ما شوت الكره شات ركبتي. حصل لي اغماء وبتاع، ويعني اغمى عليا يوميا من الضربه يعني. المهم رجعنا القاهره، الدكتور كان دكتور واحد اشهر دكتور في مصر، الدكتور عبد الحي الشرقاوي، كان هو متخصص يعني في العظام فقال لي لازم ترتاح شهر كامل في مستشفى الكليه، وما تشتركش اي اشتراك لا في تدريب عسكري او كره قدم. طبعا انا في الوقت ده حسيت كده ان يعني حياتي كلاعب هتنتهي. الاصابه دي انهت مشوارك بالظبط كده، ومن هنا بتهيألي بدات مرحله التدريب، انك تدخل مجال التدريب بالظبط كده، لاني دخلت كليه التربيه البدنيه. لما رجعت البيت يعني وقلت لوالدي الله يرحمه انا مش هكمل في كليه البوليس، انا هدخل تربيه رياضيه. التربيه الرياضيه تخصص كره قدم برضو صح؟ ايوه مظبوط. ايوه. واحنا بقى حظي بقى ان الدفعه لما دخلنا كليه التربيه الرياضيه كان في حوالي من زمايلي بقى ودفعتي حوالي 10 لاعبين في الانديه الكبيره كلها، منهم طبعا الدكتور طه اسماعيل دفعتي يعني، وكابتن ميمي عبد الحميد ربنا يشفيه يا رب، دي نجم من نجوم النادي الاهلي طبعا. وانا في الوقت ده الحقيقه امتحنت حكم يعني، قلت انا مش هلعب كوره، عاوز ابقى يعني في مجال كره القدم بس في التحكيم. وبعدين لقيت تشجيع بقى من الكابتن علي انديل، كابتن مصطفى كامل، يعني حسوا ان انا برضو عندي موهبه ممكن ابقى حكم كويس. وحصل برضو حاجه بسرعه كده اقولها معلش يعني. افتتاح استاد القاهره كان مباراه ريال مدريد ونادي الزمالك، فعملوا مباراه الساعه 1 وعينونا انا حكم فيها. مباراه بين الناشئين يعني عشان الجمهور، 120 ألف متفرج في استاد القاهرة. الكلام ده في بداية الستينات طبعا. وفي حاجة حصلت، الحاج مصطفى كامل محمود ده كان حكم يعني كبير طبعا يعني. فرفع الراية كده، فأنا عملت له بإيدي يعني شايف أنا،
وديت ادفانتج للاعب اللي لمس الكوره يعني اديته اتاحه فرصه. فعمل ايه اللاعب دوت؟ جاب هدف يعني سجل هدف والجمهور سقف طبعا. الجمهور قاعد من الساعه 10 الصبح. طيب ريال مدريد بقى بوشكاش ودي ستيفانو والمجموعه دي. فالكابتن مصطفى حط الراي هنا وسقف لي مع الجمهور. وتاني يوم الاستاذ نجيب المستكاوي الله يرحمه بقى كتب الحكم يصفق لزميله الحكم. فتشجعت. المهم رجعت الكليه. مشوارك مع تدريب الاهلي ابتدى امتى؟ ما هي بقى دي بقى اللي ندخل فيها. اما دخلت بقى كليه التربيه الرياضيه وامتحنت حكم ولقيت دفعتي بقى لعيبه كلهم نجوم بقى يعني شحته في الاسماعيلي الله يرحمه، سمير قطب في الزمالك، عادل الجزار وعوض الحارتي من بورسعيد، يعني تقريبا انديه مصر كلها. ايوه. وكنا احنا داخليه في الوقت ده. يعني زي الكليه الحربيه وكلية تخش جوه الكليه تعيش بقى اسبوع حياه كامله. نخرج خميس وجمعه تاخدوا اجازه بس تزوروا فيها الاسره كده. بالظبط كده. فانا قلت لهم احنا بعد ما نخلص الدراسه بننزل بقى ملعب الكوره يعني وبنعمل فرقتين على طول يعني. فقلت لهم انا ايه يعني هعمل لكم احماء وبعدين اقف حكم عشان اتمرن مع لعيبه منتخب مصر بقى زمايلي يعني احنا زمايل يعني. فوافقوا كلهم والانديه كمان انبسطت قوي ان اللعيبه ما كانوش بيروحوا تمرين يعني بيروحوا على المباراه. شحته مثلا في نجوميته يعني بيجي فت 100% يعني لياقه بدنيه كامله من الاسبوع كله طبعا مع التمارين. أيوة. وكل اللعيبه. المهم الاستاذ عبد الصالح الوحش كان جاي يطمن على الكابتن طه اسماعيل، كان عنده اصابه عاوز يطمن عليه عشان في مباراه للنادي الاهلي. الكلام ده كان يوم 4. كابتن طه كان في الفرقه بتاعت الاهلي في التوقيت ده بالظبط في الفريق الاول هو وميمة عبد الحميد. وانا بقيت حكم يعني بس في الملعب عملت حاجات تدريبيه من غير ما اعرف ان انا هبقى مدرب. أيوة. كنت اصفر مثلا على شحته كان بيحتفظ بالكره كتير وكان لعبه كده في النادي الاسماعيلي يعني. ويقفوا ما فيش يعني ما فيش تسلل ما فيش فاول او ما فيش، اقول له يا شحته طه اسماعيل فاضي. او مثلا بدو عبد الفتاح كان نجم طبعا نادي الترسانه والاولمبي. فالاستاذ عبد الصالح جاي شاف فرقه بتتمرن هو اللي حكى لنا بقى الله يرحمه، وقف ورا المدرج فلقاني انا بمرنهم بالطريقه دي. قعد اسبوع تقريبا يجي كل يوم لقى الموضوع مستمر وزمايلي ساعدوني لان احنا زمايل. كان ممكن يقولوا لي ايه يعني اتحولت بسبب الموضوع ده من تراك التحكيم للتدريب لاستاذ عبد الصالح بقى نادالي وقال لي يا طه انا عاوزك يعني هتبقى مدرب في النادي الاهلي. قلت له استاذ محمد انا لسه طالب. انا كنت طالب ساعتها انا ما اتخرجتش ما خدتش بكالوريوس يعني ولا كنت في سنه ثانيه او ثانيه. ايوه. فقال لي هدي لك اسبوع تفكر وبعدين تقول لي ايوه او لا يعني. ما انا عايز اللحظه اللي انت ابتديت فيها تمرن النادي الاهلي يا كابتن طه. نعم. كان دي كانت فرقه كابتن صالح سليم. لا لسه البدايه. فريق الناشئين. طب خليني اروح لتمرينك لفريق الاهلي اللي كان فيه كابتن صالح سليم. بدايه معرفتك انت كنت تعرفه قبل كده طبعا. أيوه. عن طريق كابتن طارق. بالظبط. ابتدت. أيوه. العلاقه بيه في في الفتره اللي توليت فيها تدريب النادي الاهلي. ازاي بدات العلاقه بينكم؟ بعد شهر تقريبا من بدايتي بقى كمدرب لفريق الناشئين الاستاذ عبد الصالح خد قرار وبرده قاله لي في الكليه. قال لي يا طه النهارده انت هتمرن الفريق الاول وهتبقى مساعد معايا بعد كده مع يعني مع الناشئين ومساعد ليه. يعني الاستاذ عبد الصالح كان مدرب لوحده معهوش لا مدرب عام ولا مدرب مساعد ما كانش فيه الكلام ده يعني. كان صالح نجم في الوقت ده كابتن الفرقه. يعني كان النجوميه والشعبيه الطاغيه و... طب ازاي يا كابتن او يا دكتور كان نجم وكان بيتعامل مع مدرب اصغر منه في ما دي اللي انا دي حاجه يعني في ناس كتير ما عرفوش الكلام ده وناس كتير سالوا مثلا الكابتن طه اسماعيل قالوا ازاي طه هيبقى اصغر من الكابتن صالح واصغر من الكابتن رفعت الفناجيلي يعني دول كانوا كباتن كبار طبعا. طبعا والجوهري طبعا زميلي ودفعتي والشربين يعني كان كنت انا في سن اللعيبه دي بس الكابتن صالح كان اكبر مننا واكبر من. فقلت له استاذ محمد مرن في ازاي الفريق الاول يعني كابتن صالح. قال لي يلا روح الدراسات بتاعتك وبعدين تخلص تيجي معايا على النادي.
واللي عرفته انه قال لي الكابتن صالح، قال له طه النهارده هيمرنكو عشان انا عندي شد في العضله. هو ما عندوش حاجه يعني، عاوز يديني فرصه، عايز يزقك بس فرصه. عرفت بقى من الكابتن طه اسماعيل والكابتن ميمي عبد الحميد، الكابتن صالح كان ليه شخصيه طبعا قياديه يعني مهما اقول كل الناس عارفه طبعا يعني. فقال لي اللعيبه، لان في لعيبه طبعا في كلهم في سني او ناس اكبر شويه. ممكن تقف شويه بس معانا عند الشخصيه القياديه دي؟ يعني في ناس دايما بتفتكر انه الشخصيه القياديه دي تبقى شخصيه عنيفه او تبقى شخصيه جامده او تبقى شخصيه الناس تخاف منها او تهابها، لكن اللي كانوا دايما قريبين من كابتن صالح كانوا يقولوا عكس كده. يعني عايزك تشرح للناس التركيبه دي، المايسترو اللقب اللي اطلق عليه ده تركيبتها عامله ازاي يعني. تمام تمام. فهو قال لي اللعيبه فعلا، قال لهم اللي هيمرنا النهارده طه. ايوه. وعاوز يعني قال الكلام دوت، انا ما سمعتوش طبعا بعد ما الاستاذ عبد الصالح قال له يعني. وفعلا نزلت لقيت يعني اللعيبه اكن انا اكبر منهم في السن وان انا مدرب كبير يعني. اداني الاحساس ده هو الكابتن صالح يعني. وزي ما حضرتك بتقول يعني، اولا كان دمه خفيف جدا، كان مؤدب جدا يعني. مهما احكي انا ما بقولش الكلام ده يعني مجرد كلام، دي حقيقه مليون في الميه يعني. ومريت بظروف يعني هحكيها في الاخر، في رحله برضو مع الكابتن صالح كلاعب وانا كنت مدرب، اللي هي بعد 67 كنا اول نادي نسافر بره مصر يعني. أيوة. كان في لبنان والكابتن صالح كان لعيب ساعتها. أيوة. سنه 67. هو كابتن صالح مش اعتزل 67؟ ما هي اعتزاله بعد الرحله اللي احنا بعد الرحله دي. ايوه، لانه لعب المباريات دي هناك. وعندي طبعا ارشيف، لعبنا حوالي مش حوالي لعبنا 5 مباريات يعني. كنا رايحين على اساس مباراتين، مجهود حربي للجيش المصري عشان يعني دي اول نادي يسافر. أيوة. خارج مصر النادي الاهلي في الوقت ده. فكابتن صالح اولا يعني الكاريزما بتاعته او الشخصيه بتاعته دي كان فيها احترام اكتر من حكايه خوف او بدون ما يتنرفز، او وعمره ما تنرفز على حد. أيوة. وبالمناسبه الكلام اللي بيتقال على انه ضرب الكابتن ميمي عبد الحميد في مباراه بالقلم وقال له اطلع بره، كلام ده عاري جدا من الصحه يعني. وكان بيحب الكابتن ميمي عبد الحميد لدرجه هو بعد سفري انا بعد 67 خلاه مدرب للفريق قبل ما الدوري يبدا يعني. وكان علاقته بيه قويه جدا. اولا يعني كنا بنقعد في جنينه النادي الاهلي يعني بعد قبل التمرين او بعد التمرين، تلاقي حضرتك يعني الكابتن صالح دايما مبتسم وما بيتكلمش كتير يعني يحب يسمع. بس هي الحاجة الوحيدة اللي فيه، لو أي شخص مهما كانت منزلته أو هو إيه يعني ويغلط في النادي الأهلي يبقى يومه مش فايد بقى الصراحة من الكابتن صالح يعني. دي الحاجة الوحيدة اللي كانت. طب فاكر موقف كده على الموضوع ده يا دكتور طه؟ يعني حد غلط في النادي الأهلي وكان إيه رد فعل كابتن صالح سليم؟ والله في اجتماع في اتحاد الكورة، كان الكابتن سمير زاهر الله يرحمه كان رئيس الاتحاد ودعا الكابتن صالح. فكابتن صالح يمكن اول مره يروح اجتماع لرؤساء انديه يعني في اتحاد الكوره يعني. أيوه. ففي شخص بقى طبعا بدون ذكر اسماء ولا حاجه يعني بيتكلم بطريقه، فالكابتن صالح قال له انت حضرتك مين يعني؟ قال له انا عضو مجلس النواب وعضو مجلس اداره الاتحاد. قال له طب حضرتك تتكلم في حاجات ما يعني بما معناه يعني مالكش يعني تتكلم في الكوره بالطريقه دي. وراح سايب بمنتهى الادب اعتذر للكابتن سمير زاهر واعتذر عن تكملة هذا الاجتماع يعني. وإنما غير كده عمره ما يتنرفز ولا يزعل ولا يقول ألفاظ خارجة ولا يعني بأمانة يعني. وزي ما بقول لحضرتك يعني كان بيقعد يسمع أكتر ما يتكلم. أيوه. ويحب يضحك ويقول يعني يحب القعدة كده كلها فيه ابتسامات وضحك. ايه السبب اللي اطلق عليه لقب المايسترو؟ يعني مين اللي سماه بلقب المايسترو ده؟ هو الكابتن عبد المجيد نعمان برضه كصحفي كبير يعني، ولانه هو كان قائد في الملعب الحقيقه يعني. فعلا يعني ازاي يلعب الكره للكابتن طه اسماعيل ويجيب جول، او للكابتن الدزوي برضه في الوقت اللي لعب فيه في النادي الاهلي، او للجوهري يعني كان عنده تمريرات رائعه. فكان فعلا قائد
قائد بمعنى الكلمه، فسماه مايسترو. كان دايما حتى يقول له ماستيرو. انا ما شفتش طبعا كابتن صالح بيلعب. أيوة. يعني بنلاقي بعض المشاهد النادره بس ما شفتلوش ماتشات كامله، بس لا كنت بعرف انه كمان بيلعب في مراكز كثيره جدا جوه الملعب، يعني اوقات تلاقيه مهاجم وبيجيب جوال، اوقات أيوة. تانية تلاقيه ممكن يلعب في نص ملعب او يلعب أيوة. مدافع، في ماتشات أيوة. لعب فيها مدافع في وسكات مساك واجاد ايوه ايوه لعب ستوبر او قلب دفاع يعني أيوة. بطريقه كويسه جدا في مباريات يعني. طبعا في مباراه برضو يعني من لو معلش لو انجاز التشبيه يعني عشان الناس اللي ما شافتش كابتن صالح. أيوة. من الاجيال اللي لعبت كوره في مصر او في الاهلي في العشرة او العشرين او الثلاثين سنه اللي فاتت، يعني مين اكتر حد منهم ممكن تقول انه ستايله شبه ستايل كابتن صالح سليم في الملعب؟ يعني بامانه يعني هو وكابتن رفعت الفناجيلي اللي هم الاثنين دول ما فيش حد يعني جزئيهم حقيقه يعني حقيقه يعني انا دايما برضو لازم ندي الكابتن رفعت ولا تيتش حاج لا الكابتن مختار التيتش انا ما اتفرجتش عليه طبعا مش لسه يعني حتى لما لعب كاس عالم كنت بسمع يعني بسمع حكايات عن التيتش انه يعني كان اسطوره برضو طبعا طبعا ده لعب اولمبياد وكاس عالم 34 اللي هي اول كاس عالم وكان لعيب حكونا عنه طبعا انا ما شفتوش طبعا انا حضرته بقى وهو يعني رمز من رموز النادي الاهلي وانا بقى مدرب وما كنا نيجي وهو قاعد في الجنينه كده كنت بمشي زي اللعيبه كده نبعد فراح ناديه لي طه فرحت قلت له نعم قال لي اقعد قلت له نعم قال لي اقعد يعني قلت له نعم مرتين على اساس ازاي اقعد قدام الكابتن مختار التتشي بس فقال لي انا الاستاذ عبد الصالح الوحشي قال لي وشفتك انا في اكتر من تمرين وهتبقى يعني ده تشجيع ليا طبعا وهتبقى مدرب كويس جدا واللعيبه كلها بتحبك وبتحترمك وشفتك ان انت يعني صوتك مش عالي قوي او بتتنرفز على اللعيبه قلت له انا الحمد لله يعني يعني دي معروف سواء في العيله في زمايلي عمري ما اتنرفزت على حد ولا يعني بس فيعني الكابتن مختار كلنا استفدنا منه برضو من طريقته من شخصيته يا دكتور حضرتك بتاكد انه قد ايه كابتن صالح كان قائد في الملعب جدا بس وقتها لو وقت ما حضرتك كنت مدرب معاه كنت شايف ان هو فيه فعلا الصفات القياديه اللي تخليه في يوم من الايام احد افضل رؤساء النادي الاهلي وهو نادي هو الاكبر في القاره ده 100% يعني ده كان باين من وهو لاعب لسه صغير ايوه 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 طبعا الناحيه القياديه دي سبحان الله برضو بتبقى يعني تبقى طبيعه عند الانسان ده اللي هيبقى قائد يعني وعشان كده زي ما بقول قعد المدة كلها كابتن النادي ومعاه نجوم كبار جدا كلهم كانوا يعني منتخب مصر طبعا وحاجات زي كده بس كانوا يحبوه ويحترموه جدا الحقيقة يعني سواء من النادي الأهلي أو لعيبة المنتخب يعني لأنه هو لعب في منتخب طبعا ودورة أولمبية سنة 60 يعني اللي كانت في روما فيعني شخصية فعلا ويعني أدي مثل بقى يعني مثل برضو والمثل ده ينفع ناس كتير وهو رئيس النادي والكابتن حلمي زمورة كان رئيس نادي الزمالك فالكابتن حلمي بعت شخص من النادي يعني يهني الكابتن صالح ويقول له كابتن حلمي عاوز يجي يسلم عليك أو يهنيك قال له ده أخويا الكبير ده أستاذنا أنا اللي أروح أنا أسلم على الكابتن حلمي وفعلا راح نادي الزمالك عشان يسلم على الكابتن حلمي من اعز اصدقائه من اعز اصدقائه حبايبه كباتن نادي الزمالك في الجيل بقى الكابتن حنفي بسطان كان كابتن النادي وكابتن منتخب مصر الكابتن نور الدالي اللي كان كابتن مصر وكان رئيس في نادي الزمالك في وقت من الاوقات كانوا يعني كانوا بيحبوه هو واخواته الاثنين أيوه. عبد الوهاب وطارق يعني الحقيقه كان واحنا ما زلنا دلوقتي احنا يعني لينا اصدقائنا اللي في نادي الزمالك يعني الحمد لله ما بنتقابلش كتير عشان الظروف بتاعت كام شهر دول أيوه. انما تليفونات تقريبا في الاسبوع ده الاصل ده الطبيعي يعني. ده نعم. الطبيعي ده نعم. المفروض ان هو يكون ده السياق المنطقي أيوه. لاي منافسه رياضيه انه المنافسه بتبقى مكانها في الملعب خرجنا من الملعب انتهت القصه بشكل طيب. كبير اسمحوا لي يعني كابتن احمد مصطفى كابتن ابو رجيله كابتن محمود حسنين يعني كابتن ياكن الله يرحمه قبليها كنت انا والكابتن ريعو والكابتن ريعو طبعا نجم من نجوم نادي الزمالك والاسماعيلي كنا دايما لو ما رحناش نقابل الكابتن ياكن كان يتصل بينا بالتليفون ويبقى زعلان دلوقتي في ناس تخاف
من نادي معين تيجي قدام النادي الاهلي تمشي مع الاسف. الكلام ده مع للاسف بما ان النهارده يعني يا دكتور حلقه في حب كابتن صالح السليم رحمه الله عليه، نروح لتقرير لكابتن شطه بيتكلم عن ذكرياته مع كابتن صالح سليم، وفاصل ونرجع لحضراتكم مره كابتن صالح سليم. حقيقه انا لما جيت من السودان سنه 73 ما كنتش اعرف عنه، يعني ان هو ليجند تاريخ كبير. 73 وقتها كان تقريبا كابتن صالح مبطل 66 67، يعني بقى له 7 سنين بس كان مبطل، لكن اسمه كان كبير. وكانت حقيقه ما كانش لسه رئيس نادي، كان وقتها ماسك المشرف على كره القدم مع 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 كان كابتن شربيني وكابتن حسن حمدي، والمجموعه دي كلها كانت موجوده وقتها في النادي الاهلي. فأنا لما جيت النادي الأهلي حقيقة قابلني قال لي أنت ليه جيت النادي الأهلي؟ اشمعنى النادي الأهلي؟ ما رحتش الزمالك ليه؟ بالرغم إنه عمر النور وسمير محمد علي كانوا في الزمالك والناس كلها بتروح الزمالك. قلت له والله أنا حقيقة اللي جابني هنا واحد اسمه سورين اسكندريان أرميني عايش في السودان ومرتبط بالأهلي المصري قوي جدا، بيجي كله فترة يتفرج على النادي الأهلي ويتفرج على حضرتك في الأربعينات والخمسينات، وهو يعني من الأهلاوية اللي خلاني أنا إني أنا أجي المكان ده. المرة الثانية اللي قابلته بعد ما اختبروني في النادي الاهلي. انت برضه تعرف اللعيبه اللي بيجي جديد ده بينزلوا التمرين، لو له كويس قوي وسريع وقوي وبيخبط ومش عارف ايه وبيشوط وكده بياخدوه، لو زي حالاتي كده قصير ما بيعرفش يجري بقى حدش بيعبره. بعد كده بقى كابتن صالح وانا مدرب بقى. انا مدرب كنت طبعا بحتك بقى بالمدربين الاجانب، كنت مع ديتمر كرامر الالماني اللي جه هنا عمل دورات تدريبيه، وكنت معاه في كورسات كلها حوالي مع الاتحاد المصري، كنت المترجم الخاص بتاعه. فبدأت عندي الإدوكيشن وبدأت عندي المعلومات الخاصة والإنفورميشن عن كرة القدم بالإنجليزي. خلت كابتن صالح برضه تشد. جه الآلان هاريس في التسعينات مدرب نادي الأهلي اسمه الآلان هاريس، كابتن صالح كان له نظرة ثاقبة إن أنا أكون موجود معاه. وحقيقة طوال السنوات من 73 كلاعب ومن 82 كمدرب لحد ما مشيت الاتحاد الأفريقي، علاقتي بكابتن صالح سليم كانت ممتدة على 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 أوجه مختلفة، من لاعب لمدرب لمهندس اللي برضه كمان حاجات في العقود. لما جه فيليكس ابواجي ولما جه اللعيبه الاجانب اللي جت كنت حريص ان اكون معاهم على طول. دي حته حقيقه مهمه جدا كابتن صالح سليم استفاد مني وانا استفدت منه فيها، يعني ساعدته في الفتره دي. بس ما كنتش متوقع انه كابتن صالح سليم ده بعد ما انا قعدت، طبعا انا عارف الهيستوري بتاعه كله، كل الحاجات اللي عملها كابتن صالح في حياته انا موثقها. واخر حاجه عملت له شريط فيديو انا وعمر عبد الخالق المخرج اسمه الشموع الحمراء، بدل الشموع السوداء سميناه الشموع الحمراء، كما هي في حقيقه المخرج عمر عبد العزيز المخرج. صراحه ابكى الجميع، يعني الحقيقه جبت فيك حاجات عن صالح لاعب، صالح اخ وصديق ومدرب واداري ورئيس نادي واجتماعي مع الاعضاء، يعني كان الحقيقه في الانتخابات كل الحاجات دي جمعها هذا الشريط لمده 10 دقائق، يعني سطر تاريخ صالح سليم كله. الحقيقه كان صالح سليم كان شخصيه متكامله، كان هو مش مهندس عايز يشتغل بالهندسه، هو مش فني عايز في الفن، مش عارف ايه في الحاجات اللي بيتكلم على كل حاجه، تلاقي في الرياضيات والحساب تلاقي برضه عنده خبرات. كابتن صالح كان كوليكشن من شخصيه متكامله فيها كل حاجه، يعرف في كل شيء. يعني الحقيقه انا سعيدت جدا ان الفتره اللي قضاها دي اتعلمت منه الكثير. كان حقيقه اكبر مننا ب 20 سنه 25 سنه، يعني بيكبرنا في الفتره دي. كنا بنعتبره اب ونعتبره رئيس نادي ونعتبره كابتن ونعتبره ليجند ونعتبره غدوه ومنتور ونعتبره المثال لينا كلنا. حقيقه علمنا منه الكثير، يعني شخصيه كانت مؤثره جدا فينا كلنا حقيقه. وفاته كانت بالنسبه لنا مفاجاه. كان واحد معانا في الجنينه والله دلوقتي، يعني شوف السنين عدت قد ايه واحنا داخلين من التراس بنشوف الاماكن اللي بيقعد فيها فوق في التراس في الاماكن اللي بيقعد فيها جاي ماشي كده في الطرقه. كل الحاجات دي بنتخيلها لما نيجي نقعد مع بعض كلنا كزمايل قدام نتخيل كابتن صالح ده داخل مثلا. الحاجات دي كلها مش هننساها لانه ترك بصمه يعني حياه في النادي الاهلي كبيره جدا. ونحن طبعا يعني ما زلنا بنتاثر بكل اللي عمله وبكل اللي الحاجات اللي هو علم يعني علمها لنا. بنعتقد ان هو ترك ارث يعني كبير جدا من الحاجات اللي هي هيريتج كبير لنا.
ونحن بنشكره جدا على الفترات اللي قضيناها معه ونترحم عليه ان شاء الله، ونتمنى يعني ربنا يغفر له ويرحمه ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا عشان نتكلم عن المايسترو صالح سليم احنا محتاجين حلقات وحلقات، بنحاول كده نعرض لحضراتكم نبذه بسيطه جدا من قصص كتير جدا عاشها صالح سليم داخل جدران القلعه الحمراء. الحقيقه يمكن واحنا بنتابع كلمه كابتن شطه كان دكتور طه تخي بيكلمني على رحله لبنان وقد ايه كان في مواقف كتير جدا ما يقدرش ينساها الكابتن صالح سليم. اهلا بيك مره ثانيه كابتن طه تخي، ضيف علينا في السادسه. وكنت كنا بندردش واحنا بنشوف التقرير تقول لي لبنان في مواقف كتير جدا ما تقدرش تنساها في رحله لبنان لكابتن صالح سليم، اهم المواقف دي لو حضرتك تفتكرها معانا دلوقتي. الحمد لله اني فاكرها يعني برغم السن بقى والمده الطويله يعني. طبعا بعد ما توقفت الكره في مصر بعد 67 انا عملت حاجه كده في النادي الاهلي وجت من عند ربنا توفيق يعني. عملت فرق لان كان في الوقت ده بقى الانديه كلها بطلت طبعا تدريبات، ما فيش كوره خالص في مصر طبعا. فعملت بقى يعني لقيت اللعيبه بتيجي والظروف ماشيه عاديه، فعملت حوالي 6 فرق كل فريق باسم نجم من النجوم يعني كابتن مختار التيتش، كابتن صالح سليم، كابتن الفناجيلي، كابتن طه اسماعيل وهكذا الشربيني يعني اسامي الفرق دي. وعملت الفريق من اللعيبه من الفريق الاول والشباب والناشئين لدرجه ان الكابتن حسن حمدي يعني ربنا يديله الصحه ظهر في هذه الدوره اللي انا عملتها واخترته مره معانا في الفريق الاول واحنا رايحين الكويت، بس يعني هو يفتكر هو الكلام ده كويس ان انا اخترته في الفريق الاول. المهم جات لنا دعوه من لبنان على اساس يعني بعد ما عملت انا سافروا لبنان بقى نسافر لبنان. كابتن صالح سليم كان لاعب بقى في الوقت ده يعني في ناس كانوا فاكرينه مدير كوره، ما كانش لسه ولا مدير كوره ولا ملوش علاقه بالاداره خالص يعني لاعب. وكان راجع بقى من كاس العالم 66 ده كان بيتفرج وما كانش عاجبه الوضع يعني حاجات كتيره يعني. مره ان شاء الله في جواب كان بعته لي سنه 66 وانا في دراسات في المانيا، ابقى ابعته لحضرتك برضو تشوف الكلام اللي كان سنه 66 طبعا. المهم سافرنا فكان رئيس بعثه المهندس. طب ما تقول لنا يا دكتور الجواب ده كان فيه ايه؟ اكيد انت فاكره. فاكره كويس جدا طبعا، بعته لي وانا في المانيا وقال لي الاوضاع مش عجباني يعني في النادي الاهلي في الوقت الحالي سنه 66 وانا عاوزك تهتم بالدراسه وترجع زي بروشيتش كان بيحبه هو قوي، مستر بروشيتش ده مدرب يوغوسلافي وجاي يدرب منتخب مصر في الخمسينات يعني كنا لسه احنا اشبال، وبعدين جه النادي الاهلي سنه 63 وفي نفس الوقت قال ان الوضع في مصر يعني للاسف مش عاجبني يعني في من ناحيه بيقول الصحفي والاعلامي ولا مش عارف ايه كل حاجه ما كانش عاجباه في الوقت ده يعني. وفي الوقت ده طلب منه يبقى مدير فني لكن رفض. لا 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 أنا لا دي حاجه تانية بقى اللي هي سنه 63 لما رجع من النمسا كان مستر بروشيتش قال له انت قائد يعني وعاوزك تبقى مدرب يعني، فقال له انا ما ينفعش. طلب منه لكن هو رفض. هو رفض طبعا. بالظبط. طبعا انا بس عايز ارجعك للبنان عشان قبل ما حضرتك ذكرت النمسا. ايوه بالظبط كده. فاحنا لما وصلنا كان مع رئيس البعثه مهندس حسن رشدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وما فيش بقى معايا ولا مدرب حراس مرمى ولا اداري ولا حاجه. وكان يوم 31 ديسمبر 67 ما شاء الله يعني يبقى ليله راس السنه زي ما بيسموها. وصلنا بيروت يعني باريس ولا تيجي جنبها حاجه والاوتيل على البحر على طول، ولقيت بقى الشارع ده حاجه باريس يعني. فالمهم قلت يا رب طب اللعيبه انا هعمل ايه مع اللعيبه؟ لعيبه كبار طبعا ومعاهم بعض يعني منهم الكابتن صالح وفي بقى الكباتن بقى انور سلامه لا انا خليني اقف مع القصه دي بالتفصيل، خلينا نروح بس الفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن قصه وحكايات لبنان وسهره راس السنه اللي يبدو كده انها سهره كانت خاصه جدا. خلينا نشوف
تقرير طبعا عن رحلة ومسيرة احتراف كابتن صالح سليم في النمسا، وبعتقد انه من اوائل اللعيبة المصرية اللي احترفت في الخارج، ونرجع نكمل كلامنا في السادسة مرة ثانية. صالح سليم بعد عودة المنتخب القومي من أديس أبابا خاسراً بنتيجة 4-2 أمام منتخب إثيوبيا في بطولة إفريقيا، وتحديداً يناير عام 1962، تعرض اللاعبون لحملة شرسة مفادها أنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية واستهتروا بأحلام الجماهير. ونال صالح سليم الجزء الأكبر من الانتقادات بوصفه رئيساً للفريق أو الكابتن، وكان يرى أنه لم يحقق أي شيء من كرة القدم في ظل حالته المادية التي كانت غير مستقرة بسبب تركه لعمله في هيئة القناة لتضارب مواعيد النبطجيات مع موعد مران النادي الأهلي، وانتابته حالة زهد في كرة القدم، وقاطع المران لفترة قبل أن يعيد حساباته بعد تسلمه خطابا من النمساوي فريدز بيمبل المدير الفني الأسبق للأهلي في الفترة من 1955 حتى 1962. جاء خطاب فريدز يحمل طوق النجاة لصالح سليم من حالة الاكتئاب التي أصابته بسبب الظروف المحيطة بكرة القدم آنذاك، عندما عرض عليه المدرب النمساوي اللعب لنادي جراتس جاك في الدوري النمساوي الممتاز وهو قد تخطى 30 من عمره، لتصبح فرصة المايسترو لإثبات أنه ما زال قادرا على العطاء وصناعة الفارق رغم الهجوم الشرس. وافق صالح سليم على خوض تجربة الاحتراف في جراتس مقابل 5000 شلن، أي ما يعادل 100 جنيه مصري، بخلاف تحمل النادي النمساوي لتكاليف الإقامة والمأكل والمشرب في النمسا. وجاء هذا العرض في ظل تعاقد الأهلي مع كل لاعب مقابل 10 جنيهات سنوية. عقد جراتس النمساوي مؤتمرا صحفيا في فندق دانيال أعلن خلاله انضمام صالح سليم بعقد مدته 4 أشهر، وأبهر اللاعب المصري الأول الذي يخوض تجربة اللعب في الدوري النمساوي الصحفيين هناك بلباقته وإجادته التامة للإنجليزية والفرنسية والإيطالية. وحينها كتب صالح خطابا في يوم 19 من أبريل عام 1963، قال فيه: كل شيء يسير على خير ما يرام، أنا أقيم الآن في فندق جراند أوتيل ميسلير، وهو من فنادق الدرجة الأولى، وأنزل في غرفة ملحق بها حمام صغير ودمها خفيف جدا، ويقوم نادي جاك بدفع جميع التكاليف من مبيت وأكل وخلافه، وكذلك فقد منحني نفقات أخرى للنمسا علاوة على 5000 شلن التي أتقاضاها شهرية، وكنت في الأيام الأولى لوجودي في النمسا كالطالب الذي يستعد لدخول امتحان مهم يعرف الأسئلة ولا يعرف المدرسين، وكان يعرف أن الكثيرين ينتظرون في لهفة نتيجة هذا الامتحان، خاصة إداريي نادي جاك، فقد سمعوا عني الكثير من فريدز ومن الصحف ومن بعض لاعبين النمسا الذين زاروا القاهرة العام الماضي. وموقف النادي في دور الدرجة الأولى لا يطمئن ويحتل المؤخرة، ولا فخر ومهدد بالهبوط، وما كدت أصل وأجد نفسي محل حفاوة كبيرة ومعقد آمال إداريي النادي وجمهوره، حتى شعرت بالمسؤولية تتزايد وبأن علي أن أفعل الكثير لأرد للنادي بعض حقوقه ولأحقق لفريقه آماله. داومت على المران المنتظم واشتركت في المباريات الودية التي رتبها النادي ليجرب لاعبيه في تشكيلهم الجديد، وأنا معهم كمتوسط هجوم، ومع أن اللعب كان أسرع مما اعتدت عليه في القاهرة إلا أني تمكنت من أن أبدو في مستوى نال الإعجاب وجعلني أشعر بأنه يمكنني أن أثبت لجمهور النمسا أن في سوق الكرة في جمهوريتنا مصر لاعبين ممتازين وأن عندنا كرة قدم. لم يأخذ صالح سليم وقتا للتأقلم وإظهار قدراته الفنية،
ففي أولى مشاركاته بقميص جراتس أمام فريق كلاجنفورت سجل 4 أهداف بمفرده أو سوبر هاتريك، وانتهت المباراة بنتيجة 14-1. صنع منها أيضا 6 أهداف، منها 3 أهداف لزميله المهاجم اليوغوسلافي زيكوفيتش. وقال صالح عن تلك المباراة: فوجئت بكل الطلبة المصريين والعرب الموجودين، قد استأجروا أتوبيسات وأتوا بالرق والطبلة يهتفون بنفس الطريقة المصرية صالح صالح. رفع ذلك من روحي المعنوية وجعلني أشعر بأن لي في الملعب ظهرا أستند عليه، وبالفعل استطعت أن أحرز 4 أهداف وأصنع 6 أخرى، وفزنا بجدارة 14-1. لعب صالح سليم 8 مباريات سجل خلالها 7 أهداف، ولم يخسر فريقه سوى مباراة وحيدة في وجوده، وأنهى الدوري في المركز 6 بدلا من مصارعة شبح الهبوط. واحتفل رئيس نادي جراتس بالمايسترو وأهداه قداحة ذهبية، لكن صالح كان يفكر في الأهلي. وعقب انتهاء الموسم سافر صالح سليم إلى إيطاليا لقضاء فترة علاج من تمزق في عضلة الساق اليسرى، وهناك طلبه نادي لاتسيو للمشاركة في فترة الإعداد خلال يونيو عام 1963، ولكنه رفض استجابة لنداء الأهلي بعدما تلقى خطابا من السكرتير العام للنادي آنذاك أمين شعير يطالبه بإنقاذ مسيرة القلعة الحمراء الكروية في ظل تراجع النتائج بعد رحيله. عرض الأهلي على صالح سليم العودة للعمل مساعدا للمدرب اليوغوسلافي المخضرم ليوبيسا بروشيتش، والذي تولى تدريب الأهلي ومنتخب مصر وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وأيندهوفن الهولندي. كما عاد لرئاسة الفريق أيضا رافضا الاستمرار في أوروبا لتلبية نداء بيته الأول النادي الأهلي. نجم طبعا جوه المستطيل الاخضر زي ما كان، ومش بس الحقيقه الرياضه كانت المجال الوحيد، لكن الحقيقه يمكن بسبب نجاحه وشهرته الكبير جدا طبعا مع النادي الاهلي كان ضيف على السينما المصريه يمكن في 3 أفلام. بس خلونا الاول نفتكر ونقف شويه عن بيروت، انا ما نسيتش قصه سفريه لبنان 67 كابتن طه، وتحكي لنا كده اهم التفاصيل بسرعه قبل ما نتكلم على مشواره طبعا في النمسا. زي ما قلت احنا وصلنا 31 ديسمبر 67 ليله راس السنه، وبعدين زي ما قلت الحقيقه قدام الفندق حاجه كان واضح احتفالات بقى طبعا حاجه يعني المهم عملنا اجتماع بقى للعيبه، وقلت للمهندس حسن رشدي كرئيس بعثه يعني يقول كلمه، وانا عمال افكر هقول ايه للعيبه وخاصة في ليلة زي دي يعني. وبعدين بقول الكابتن صالح لو سمحت يا كابتن يعني كلمة، ما فيش إداري يعني غير، قال لي لا أنا يعني زي أي لعيب يعني ما رضيش يتكلم يعني. أيوه. المهم أنا قلت لهم كل سنة طيبين بكرة العيد إن شاء الله، ما كان تاني يوم بقى يعني ده كان آخر يوم في رمضان وليلة راس السنة كمان وتاني يوم 1 يناير 68 العيد الصغير كلهم كل سنة طيبين إن شاء الله بكرة العيد، وإحنا جايين نمثل مصر والنادي الأهلي بعد توقف الكرة يعني. وحاجة بقى كده ربنا سبحانه وتعالى ادهاني ما فيهاش لا دراسات ولا مثلا خبرة من حد، قلت لهم عشان إحنا 22 لعيب فهعمل 5 مجموعات كل مجموعة ليها رئيس هو اللي مسؤول عن الـ5 لعيبة اللي معاه أو 4 لعيبة اللي معاه. هو رفض يبقى رئيس مجموعة يعني الكابتن صالح رفض، قال لي أنا عاوز أبقى مع أي مجموعة يعني بس فالكابتن طارق سليم مجموعة وكباتن الكبار يعني كل واحد مجموعة. وقلت للرئيس البعثة قلت له حضرتك البوكيت ماني وأي حاجة يتصرف فيها رئيس المجموعة دي يعني، دي نمرة واحد. نمرة اتنين بقى المواعيد، قلت للمواعيد الكابتن صالح مثلا قلنا ميعاد الفطار في ميعاد معين ننزل كلنا مع بعض يعني
في المطعم يعني ما فيش حاجة في الأوض وحاجات زي دي. الكابتن صالح أول واحد ينزل يعني كلنا ننزل نلاقيه قاعد قبل الميعاد اللي أنا قلت عليه بنص ساعة مثلا. عجبك كابتن صالح كممثل؟ يعني ده يعني الحقيقة يعني الفيلم بتاع حاجة مستوى عالمي والله برضه يعني ما يشتري برضه في التمثيل. صحيح. المهم يعني كل طب خلينا نشوف شهادة المخرج عمر عبد العزيز تمام في تقرير ونرجع نكمل مهم كلامنا. مهم جدا أستاذ عمر طبعا أهلاوي كبير. نتابع مع حضراتكم. بدأت واحنا تلامذة لسه في ابتدائي كانوا بيدونا الصورة يمكن أول صورة رسمناها في حياتنا صالح سليم كان ليه قصة كده وقتها. ومرت بقى السنين ودخلت النادي أنا علاقة طبعا بهشام سليم كتير كبيرة واشتغلنا مع بعض كتير بس يمكن أنا أعرف الكابتن صالح قبله من النادي أنا عضو في النادي من زمان. فيمكن آخر 10 سنين أو آخر 8 سنين في حياة الكابتن صالح كنا معاه شبه يومي كانت شلتنا الله يشفيه صلاح السعداني عبد الله فرغالي فكري أباظة خروجدي الله يرحمه الآخر مدحت سباع المخرج أنا طبعا الأستاذ سعيد سيدهم كان محامي النادي الأهلي وصديق مشترك بين الاثنين فكنا بنلتقي تقريبا 2-3 أسبوعيا. هو الكابتن صالح ما كانش يحب الزحمة ولا الدوشة فكان يحب الجروبات الضيقة كنا بنقعد بنتكلم في الموسيقى في الكوره في يعني الكوره يمكن ابعد حاجه. الكابتن صالح كان بيفهم جدا في المزيكا وخاصه اللاتيني بيفهم في الفنون في الرسم كانت بتبقى قاعده شبه ثقافيه. ويعني انا فاكر انا اللي وصلته المطار يوم ما كان رايح ياخد جائزه نادي القرن لجوهانسبرغ فوصلته كانت طايره بالليل. في حياتي لم أرى سعيد بمثل هذه السعادة كان طاير يعني طاير في هذا اليوم إنه رجع بدرع إن الأهلي نادي القرن وسيظل نادي القرن إن شاء الله. أفضل نادي في القرن 20 النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي. This honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم. Presentation of the same honor. كابتن صالح صاحب صحابه جدا. الموقف اللي فاكر هو له قوي يوم زواج ابن فنان عبد الله فرغلي على فكرة كان بيحترم عبد الله فرغلي بشكل كبير جدا. فكان الفرح في احدى الاوتيلات فاحنا رايحين ولقيناه جاي من الساعه 7 واقف مع عبد الله ويقول مش انتوا الا اخركم مش لازم نقف جنبه يعني كان يفهم في الاصول جدا ورجل متحضر ومثقف حقيقي يعني بره الكوره. كابتن صالح تقدري تقيمي حوار معاه حوار عظيم في اي حاجه سياسه فن اي حاجه. كابتن صالح ما كانش بيحب التمثيل ما حبش التمثيل وليه حق راجل ملتزم مواعيده يعني فكرني هو اول اوردر راحوا في حياته قالوا له مش عارف الساعه 12 الظهر راح من الساعه 11 جوله الساعه 1. احنا طبيعه مهنتنا فيها تسيب شويه في المواعيد فده ما كانش يروق لي ابدا. عشان كده كابتن صالح مثل وانا رايي انه في الشموع السوداء كان عامل دور جيد يعني نواة ممثل كبير لكن هو ما حد انت انا شايفك يا ماما.
اقول له يا كابتن صالح الله يرحمك انت مشيت وسبت اسس احنا شغالين كلنا عليها في النادي دي حقيقه، واذا حصل انحراف في بعض القرارات في بعض البتاع لازم نرجع للمسار القديم. كابتن صالح مش رئيس نادي او كابتن كوره جه ومشي، لا ده شخصيه مهمه جدا في تاريخ مصر. انا رايي الشخصي كده صالح سليم نموذج للرياضي المثقف الواعي اللي تكراره صعب صعب قوي كده. مرحب حضراتكم من جديد، ويمكن شفنا المخرج عمر عبد العزيز وهو بيقول انه كابتن صالح سليم ما كانش بيحب التمثيل، ولكن الحقيقه كلنا حبيناه في التمثيل وخصوصا فيلم الشموع السوداء. خليني برضه يا دكتور اسال حضرتك على رئاسه كابتن صالح سليم للنادي الاهلي، شايف ازاي غير في كيان الاهلي يمكن من الفتره الاولى اللي تولى فيها الرئاسه؟ الطريقه اللي هو مشي بيها الحقيقه ان مجلس الاداره داخل مجلس الاداره، يعني أي مثلا هو كرئيس نادي ومعاه أعضاء مجلس الإدارة ما لهمش علاقة إطلاقا لما يخرجوا من غرفة الاجتماعات، يعني أيوة. يعني أي اجتماعات للنادي أو قرارات لما بيخرج بره بيبقى عضو عادي هو اللي قال الكلام ده، مش معناه أنه يعني رئيس نادي أو عضو مجلس إدارة يعني يقعد أنه بالصفة دي يعني بيقول يبقى إحنا عاديين، يعني جمهور من جمهور النادي الأهلي. زائد أن كان بيحترم اي شخص، يعني طبعا ما كانش حد بيعارضه الا في اوقات بسيطه، يعني بيعارض القرارات، يعني كان يتقبل هو الكلام ده صحيح. يعني عمره ما فرض رايه لوحده، يعني او مثلا يقول لو تفتكر كده يا كابتن طه قبل ماتش بنفيكا، واحد من المواقف برضو اللي ممكن نتكلم عليها سريعا جدا، كان كابتن صالح مصاب في التوقيت ده. أيوة. أيوة. وكابتن عبد الصالح الوحش وصاك انت شخصيا بحاجه معينه، كان أيوة. كان ايه القصه والحكايه دي؟ القصه ان هو كان عنده يعني الم في عضله الفخذ الاماميه. فالاستاذ محمد اداني يعني فرصه حوالي كان اسبوعين. أيوة. تدريب وعلاج. يعني قال لي اللي نعمله يعني تدريب علاجي وفي نفس الوقت تدريبات. وطبعا الاستاذ محمد فوجئ ان رآه قبل المباراه كابتن الوحش، كابتن عبد الصالح الوحش يعني أيه. لانه ما كانش هيشترك في المباراه دي، ولقاه فيت او يعني جاهز 100%، جاهز 100% أيه. واشترك فعلا في هذه المباراه صحيح. وكان من اسباب فوز النادي الاهلي برضو مع زمايله طبعا مع بنفيكا، كان بطل اوروبا في الوقت ده يعني لمده 5 طيب سنة. عن فوز الاهلي بلقب نادي القرن وذكريات استلام كابتن صالح سليم للجائزه هنتكلم مع حضرتك بس بعد ما نروح لفاصل سريع. تمام. مرحبا بحضراتكم من جديد، ويمكن حلقه واحده مش كفايه في حب كابتن صالح سليم. يا دكتور يعني عايزين كلمه بس اخيره من حضرتك عن كابتن صالح سليم. يعني اقول طبعا مهما اتكلمت ومهما حكيت مش هقدر اوفي حقه الحقيقه، يعني وزي ما قلت تدريبي للكابتن صالح سليم دي من احسن الشهادات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني خلاني ابقى مدرب للكابتن صالح سليم. أيوة. فدي بالنسبه لي طبعا. طيب احنا بنوعد بنشكر طبعا كل جمهور السادسه اللي تابعنا النهارده، وبنوعدكم لانه الحقيقه كابتن طه الطوخي يعني عنده من القصص والحكايات اللي يملى برامج كتير جدا، ونوعد حضراتكم ان شاء الله لو اسعفنا الوقت وقدرنا ان احنا نعمل معاه حلقات ثانيه او على اقل تقدير نسجل معاه عن ذكرياته وقصص وحكاياته مع كابتن صالح سليم، ومع طبعا حكايات كتيره جدا عاشها جوه النادي الاهلي. بس الحقيقه عشان الموضوع بس ما يكونش مجرد احتفال يسار، احنا بنتكلم بالتاكيد عن رمز، وبنتكلم على ايكون، والمجتمعات هي اللي بتصنع رموزها. القصة أكبر بكتير جدا من قصة موهبة أو نجاح أو شهرة، القصة الحقيقية
هي حب الناس، الناس هي من تختار وهي من تصنع رموزها، هي دي القدوة اللي حضراتكم بتسيبوها للأجيال اللي بعد كده. إذا كنا بنتكلم على كاركتر، على شخصية صالح سليم كرئيس نادي الأهلي، كم نادي تحب تشوف رئيسه يمثل أو يشبه شخصية صالح سليم؟ هي دي القدوة اللي احنا بنرسخها للأجيال اللي جاية بعدنا، وكل واحد في مجاله، كل رمز في مجاله، كل حد بيتمتع بحب الناس هي رسالة للأجيال اللي بعد كده أن تتشبه بده وتتمسك بقيم ده وتتمسك بأخلاقيات ده. عشان كده بنتمنى الحقيقة أنه نكون ركزنا أو صلاتنا الضوء على جزء مهم جدا في شخصية المايسترو صالح سليم وإحنا بنحتفل بذكرى ميلاده. حقيقة فعلا يا أحمد، يعني كابتن صالح سليم سبب كبير قوي في شعبية النادي الأهلي دلوقتي، والحقيقة هو زي ما قلنا ما كانش مجرد لاعب أو رئيس للنادي الأهلي، ولكن كمان هو من الرواد والمؤسسين، وده بنشوفه الحقيقة في الكوادر اللي في الأهلي دلوقتي من أشخاص تتلمذت على إيد صالح سليم وفي قيم وفي مبادئ معانا لحد دلوقتي عايشين بيها ومتربيين عليها. صحيح كابتن طه توخي، شرفتنا ونورتنا، واحد من الناس المخلصين والأوفياء اللي ادوا عمرهم كله للنادي الأهلي وحقق نجاحات كبيرة جدا جوه النادي وبره النادي. بنشكرك وبنشرف، يعني شرفتنا في السادسة مساء، ونتمنى إن شاء الله يكون عندنا وقت إن احنا نقابل حضرتك في حلقات جاية. شكرا جزيلا وتمنيات الطيبة بدوام التوفيق طبعا. شكرا لحضرتك. إن شاء الله دايما قناة النادي الأهلي بتقدم الأفضل والأحسن في جميع المجالات. الحقيقة حضرتك قيمة كبيرة اتشرفنا بيها، وتشرفنا حضرتك كنت معنا النهاردة. وشكرا لحضراتكم كمان على المتابعة. تشوفكم إن شاء الله بإذن الله بكرة حلقة جديدة برنامج السادسة إن شاء الله.